بالفعل هناك غياب كبير ديال بعض السادة المنتخبين، وهذا الغياب يعني ماشي في آخر دورة اليوم اللي هي آخر دورة في آخر الولاية ديال 2015-2021. للأسف هذا المظهر الذي يسيء إلى السياسة المحلية ماشي يعني ماشي وليد اليوم، بل هو يعني تراكم ديال عدة ولايات، وخاصة هذه الولاية اللي من خلال الدورات بعض مجموعة من المنتخبين يعني في غياب تام. وهذا نناشد يعني الأحزاب السياسية بما فيهم الهيئة ديالنا أننا نحاول أننا بالنسبة لهذ المنتخبين اللي تيكون فيهم غياب أننا ما يتمش إعادة يعني الترشيح ديالهم، باش ما يتعاودوش ينتخبوا ويخلوا هذه السياسه ديال الكراسي الفارغه.